كان لنا اتصال مع الصحفي المغربي محمد تلاقي اللي رافق الفريق البركاني وكيحاول يلخص لنا شنو عاشوا تما في الجزائر. فريق نهضة بركانية توجه للملعب المباراة، من بعد كان حديث ما بين رئيس البعثة اللي هو رئيس النادي حكيم بن عبد الله مع كذلك المسؤولي الكاف ومراقب المباراة وطاقم التحكيمي على أنه يدار محضر لحضور فريق نهضة البركانية المكان المعلوم. من بعد الطاقم التحكيمي دوز المجموعة ودوز اللاعبين لاعب لاعب، من بعد فاللاعبين استعدوا للدخول لأرضية الميدان، لكن تم المنع ديالهم للدخول لأن ما كانش عندهم الأقمصة، فقط كان عندهم لي سيرفات اللي خلاتهم على أنهم ما يدخلوش. طبعا كانت تعليمات من طرف رئيس الوفد باش ما يدخلوش في مناوشات، رجعوا للخلف وتم توثيق طبعا كل هذه الأمور بالنسبة لمسؤولي فريق النهضة البركانية، وما فتحوش نهائيا باب النقاش، خاصة وأن دائما كان حديث حول مراسلة الأخيرة بالنسبة لكاف، يعني الأمور حسمت بالنسبة لمسؤولي فريق النهضة البركانية، إما أن تجرى المباراة بالقميص الرسمي المرصع بالخريطة المملكة المغربية أو أنه فقط غادي يحضروا ويغادروا طبعا الملعب. ففي اخر المطاف ما تجراتش المباراه، ومن بعد 20 دقيقه الحكم انهى اللقاء، والحكم بالمناسبه ما نزلش لارضيه الميدان. كل هذه الامور تم توثيقها فقط في مستودع الملابس، لا بالنسبه لفريق اتحاد العاصمه اللي دار تسخينات على مستوى ارضيه الميدان، اما بالنسبه لفريق النهضه البركانية حتى التسخينات فكانت من داخل مستودع الملابس. من بعد توجهت الحافلة إلى المطار، وكذلك الأقمصة فهي موجودة مع بعثة الفريق. زميل الصحفي محمد تلاقي، إذن الحكم ما نزلش للأرضية الملعب لأن الماتش ما كانش أومولوجي باغ لاكاف، لأنها ما قبلتش يعني الاعتراض ديال الجامعة الجزائرية. والمضحك أنهم تم منعهم من دخول الملعب لعدم توفرهم على الملابس التي تتواجد في عمدة الجمارك في مطار. لا، لأنهم أرادوا النهضة البركانية يدخلوا بالسيرفات، فالأمن الجزائري خاف ليكون تحت السيرفات أقمصة فيها الخريطة المغرب، وكانوا منين غيجيبوا هذه القميص يعني. لكن هذا راه شويه حمق، لأن يتم منعهم من دخول المحل لأن ما عندهمش القميص، لأن القميص ونحن نعرف عادة